سننتظر صديق يوسف هنا. هل أنت متأكد من مكان الموعد؟ نعم. وكيف سنعرفه بين كل الناس؟ لا أدري. ألا تعرفه؟ كلا، أنا لا أعرفه شخصيا. وأنا لا أعرفه أيضا. عفوا، هل أنتما أردنيان؟ نعم. عندي هنا موعد مع رجلين أردنيين، هل أنتما عصام أمين؟ أجل، أنا أمين وهذا عصام. فرصة سعيدة، اسمي محسن، محسن الفهري. إذن أنت صديق يوسف؟ نعم، أنا صديقه وصديقكم الآن. مرحبا بكما في مدينة فاس. شكرا على ترحيبك يا محسن. نحن نود أن نزور هذه المدينة لنعد استطلاعا، هل يمكن أن تساعدنا؟ أنا رهن إشارتكما، أنتما في العاصمة العلمية، وهذا المكان هو جامعة القرويين، رمز المدينة. من أسس كل هذا؟ أسسه رجل وامرأة. الرجل هو المولى إدريس، وهو الذي أسس مدينة فاس. والمرأة هي فاطمة الفهرية، أليس كذلك؟ بلى، وهي التي أسست جامعة القرويين. هل يمكن أن ألتقط صورا دون عائق؟ سأطلب الإذن. ماذا تريد أن تصور؟ النافورة، الصومعة، السقف، الخط. نعم، تفضل. هل ضريح المولى إدريس بعيد عن هذا المكان؟ لا، هو ليس بعيدا، هو قريب من هنا. هل تريدان أن تزوراه؟ نعم، متى؟ بعد صلاة الظهر مثلا، ما رأيكما؟ فكرة ممتازة. سننتظر صديق يوسف هنا. سننتظر صديق يوسف هنا. هل أنت متأكد من مكان الموعد؟ هل أنت متأكد من مكان الموعد؟ وكيف سنعرفه بين كل الناس؟ وكيف سنعرفه بين كل الناس؟ عندي هنا موعد مع رجلين أردنيين. عندي هنا موعد مع رجلين أردنيين. مرحبا بكما في مدينة فاس. مرحبا بكما في مدينة فاس. شكرا على ترحيبك يا محسن. شكرا على ترحيبك يا محسن. نحن نود أن نزور هذه المدينة لنعد استطلاعا. نحن نود أن نزور هذه المدينة لنعد استطلاعا. أنا رهن إشارتكما. أنا رهن إشارتكما. من أسس كل هذا؟ من أسس كل هذا؟ المولى إدريس هو الذي أسس مدينة فاس. المولى إدريس هو الذي أسس مدينة فاس. هل يمكن أن ألتقط صورا دون عائق؟ هل يمكن أن ألتقط صورا دون عائق؟ ماذا تريد أن تصور؟ ماذا تريد أن تصور؟ هل ضريح المولى إدريس بعيد عن هذا المكان؟ هل
ضريح المولى إدريس بعيد عن هذا المكان؟ لا، هو ليس بعيدا، هو قريب من هنا. لا، هو ليس بعيدا، هو قريب من هنا. فكرة ممتازة، فكرة ممتازة.